اقتربت المدارس، مع عودة الطلاب لمقاعد الدراسة نتذكر خمسة أفلام. إليك خمسة أفلام تروي قصصاً عن الدراسة والمدارس. فيلم Good Will Hunting، الفيلم الحائز على جائزتي أوسكار من أصل ستة رشح لها، ويدور حول طالب عبقري في الرياضيات بارع في التعليم الذاتي، ويعمل كحارس ليلي لأحد معاهد التقنية، لكنه مصاب برهاب من الاختلاط والتعامل مع الآخرين ويشعر بالعزلة، ويقابل طبيب يصبح مرشده الروحي للتخلص من تلك المخاوف. فيلم Freedom Writers عن المعلمة أرين، تشجعك على تقبل اختلافات زملائك في المدرسة والتعامل معهم بنجاح. فالفيلم يدور حول مدرسة تتسلم مسؤولية تعليم فصل مختلط الأجناس ينقسم لعدة فئات يكره كل منها الآخر، وجميعهم أيتام وأطفال شوارع ميؤوس من نجاحهم، ولكنها تحقق المعجزة وتجعلهم نسيجا واحد يخرج كل من فيه أفضل ما لديه. فيلم Stand and Deliver عن المعلم لا هوبر الذي يحاول تحقيق نجاح تلاميذه بكل الطرق الممكنة ومساعدتهم بأساليب غير تقليدية للتعليم. الفيلم الهندي المميز Idiot 3 فهو أحد الأفلام التي يجب أن تشاهدها على أي حال، وتدور أحداثه حول ثلاثة أصدقاء يلتقون في كلية الهندسة، ويعاني كل منهم من نظام التعليم البائس والذي يعتمد على الحفظ فقط والمنافسة على المركز الأول، إلى أن أحد الثلاثة العبقري والفريد من نوعه يكسر القيود ويغير حياة وتفكير أصدقائه، ولكنه يختفي فجأة عنهم بعد التخرج، وبعد 10 سنوات يكتشفون أنه أصبح أهم مبتكر وعالم في زمانه. ختاماً سلسلة هاري بوتر، أحد الأفلام الأكثر نجاحاً في هوليوود، وإن كانت تدور داخل مدرسة خيالية للسحر، ولكن أجواء الأصدقاء ستجعلك تجد سبباً آخر غير الدراسة لحب المدرسة.